مهرجان اكسبوجر حقيقة نحن في جمعية صقول الإمارات للتصوير هاي مشاركتنا الثانية، ونتشرف بمشاركتنا في المهرجان، لأن المهرجان هذا يعد واحد من أهم المهرجانات في عالم التصوير. لو تلاحظون المهرجان بشكل عام يجمع بين المصور الأجنبي والمصور الإماراتي والمصورين المقيمين، ففي كثير من المصورين مشاركين في هالمهرجان، والحلو انه نقدر نحن نتبادل معهم خبرات، هم يستفيدون منا ونحن نستفيد منهم، وكذلك في ورش جانبيه تتيحها الجهه المنظمه في المهرجان، بامكان المصور الفوتوغرافي يطور من مهاراته سواء كان محترف او هاوي. مشاركتنا السنه تتكون من 30 عمل، اخترنا 30 عمل ل 30 عضو. طبعا اختيار قيمة الأبيض والأسود كان وايد صعب، حبينا ندمج كل التخصصات في ثيمة واحدة، فبالتالي اخترنا الأبيض والأسود. فمثل ما تشوفون الصور كلها متنوعة، كل مصور مستخدم أو مشارك بصور من تخصصه، في مصوري طبيعة، في مصوري حياة الناس، مصوري الفن المعماري، مصوري حياة صامتة، فاختلاف التخصص لكن في واحدة ألا وهي صور الأحادية البلاك اند وايت.